تأشيرة أيرلندا مجاناً. ليه أيرلندا فتح باب الهجرة والإقامة في 20 جزيرة موجودة داخل حدودها؟ وليه حط شروط الحصول على تأشيرتها؟ وليه هتدفع للمقيمين الجدد منح مالية توصل لـ90,000 دولار؟ لو عقلك بيوزدك تاخد تأشيرة سارية مدى الحياة وبتملك ليك ولصاحبك على جزيرة بتطل على المحيط الأطلسي، ده غير الدولارات. يبقى بدل طلعت الجونة وسهل حشيش، جهز شنطتك وباسبورك والحق تأشيرة أيرلندا. يا عم انت جاي تحور عليا؟ طب استنى بس، دي مش حوارات، ده عرض مشروط ممكن تقبله وممكن ترفضه. هو انت خسران ايه؟ أيرلندا جارة انجلترا، وتصور في جزرها الساحلية اقوى افلام ميل جيبسون اللي انت عارفه اكيد، بريف هارت. جزر أيرلندا على ساحل المحيط الاطلسي، وده اهم لوكيشن استخدمته هوليود لتصوير افلامها التاريخية والخيالية، ومساحة الخضار هناك حاجة تخطف القلب والعين. طب لا يمني على التأشيرة، استنى بس، ما تفرحش بالتأشيرة ومنحة حكومة أيرلندا اللي بحوالي 90,000 دولار. أقولك بس الحكاية، لأن أيرلندا مش بتعمل كده علشان سواد عيونك، لا، دي خطة أيرلندا لجذب أكبر عدد من المهاجرين للإقامة فيها وزيادة عدد سكانها اللي في تناقص مستمر في السنين اللي فاتت. انت تعرف ان عدد سكان واحدة من الجزر دي ما يتعداش 700 شخص؟ هتقولي يا بركة، كفاية زحمة في البيوت والمواصلات. هقولك يا باشا، جنة من غير ناس ما تداس. عرض الأحلام اللي قدمته حكومة أيرلندا وبقى ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات، يبان في الأول إنه فرصة لأي واحد محشور في دولته في أوضتين وصالة، وممكن كمان يفتكر عشاء المغامرة والسفر إن الموضوع بالساهل وأيرلندا فتحة أحضانها وبتوزع دولارات. لكن اللي لازم تعرفه يا عزيزي إن قدام المساحات الخضرة دي كلها والفلوس اللي هتاخدها، مش هتلاقي لا خدمات صحية ولا مستشفيات ولا واي فاي، يعني فيديوهات التيك توك والفيسبوك والإنستجرام تنساها، ورسائل الواتساب اللي مصدعنا بيها والستوري اللي كل يوم عمال تنزل فيه كمان مفيش، مش هتلاقي كمان، مفيش لا مدارس ولا جامعات. فتخيل ان جزيرة مفيهاش خدمات ولا سكان، هيكون فيها كام فرصة عمل؟ الفرصة نادرة جدا. لا نادرة مين؟ دي مستحيلة. ده غير ان في شرط انك تشتري بيت في واحدة من الجزر دي مبني قبل 2007 وتعيد ترميمه، ويتقعد فيه وتتسلطن على شط المحيط الاطلسي، يتأجره وتبقى ضربت عصفورين بحجر، خدت الايجار وخدت المنحة بس بيت هيكلفك ترميمه فلوس كتير. ما هو مفيش حاجة ببلاش في الدنيا دي يا معلم. السفر لأوروبا ومنحة 90,000 دولار دي مش رفاهية، دي تضحية. فيا شيخ الشباب، ناوي تضحي بإيه من رفاهيات حياتك اللي مش بتكلفك حاجة؟ ده انت بتركب أي حاجة بتوصلك لنص البلد، ولو جعت بتلاقي مطاعم للأكل الرخيص والغالي، ولو ضاقت بيك الدنيا قوي هتمشي على الكورنيش وتشتري علبتين كشري انت وصاحبك، وتحلوا بعصير مانجا وتعملوا ستوري وتكتبوا تحتها احنا ملوك النزاهة واسألوا علينا. فما تجريش ورا الأوهام، خد صاحبك لأقرب شط واضرب غطس واعمل تان، وتصور وانت عامل فورمة الساحل، ولما تشبع من البحر ابني بيت من الرمل على البحر ما يكلفكش حاجة، بدل ما تغرق في محيط الحلم الأيرلندي المشروط.